الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف هنا بطالب او اذن او بوضع لسبب او شرط او بمنع. اقسام حكم الشرع خمسه ترى فرض وندب وكراهه حرام ثم اباحه فمامور جزم فرض ودون الجزم مندوب موسم ذو النهي مكروه ومع حتم حرام مأذون وجهيه مباح ذا تمام. والفرض قسمان كفاية وعين ويشمل المندوب سنة بذين. فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سالما إذا تغير بنجس قورح أو طاهر لعادة قد صالحا إلا إذا لزيمه في الغالب كمرة فمطلق كالذائب. فصل فرائض الوضوء سبع وهي دلف وفور نية في بدئه ولينوي رفع حادث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين والفرض عمم اجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين قل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر سنانه السبع ابتدا غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين مضماضة استنشاق الاستنفار ترتيب فرضه وذا المختار. وآحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت تقليل ماء وتيامن الإناء والشفع والتثليف في موصولنا فرع الميامن سواك وندب ترتيب مسنونيه أو مع ما يجب وبدء مسح الرأس من مقدمه تخليله أصابعا بقدمه وكره الزين على الفوض لدى مسح وفي الغسل على ما حددا وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبسي الأعضاء في زمان معتدل ذكير فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله إن كان صلى باطلت ومن ذكر سناته يفعلها لما حضر. نواقض الوضوء ستة عشر بول وريح سالس إذا نذر وغائط نوم ثقيل مذي سكر وإغماء جنون والديو لمس وقبلة وذا إن وجدت لذات عادة كذا إن قوصدت إلطاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحداث كفر من كفر. ويجب استبراء لقبتين مع سلت ونتر ذاكر والشد دع وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر. فصل فروض الغسل قصد يحتضر فور عموم الدلك تقليل الشعر فتابع الخفي مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين وصل ما عسور بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل سنانه مضماضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق تقر الأذنين مندوبه البدء بغسله الأذى تسمية تثليث رأسه كذا تقديم أعضاء المضوق لا تما بدء بأعلى ويمين خذهما تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو
جنب الأكف أو إصبع، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. موجب حيض النفاس ننزل، مغيب كمرة بفرج نسجال. ولهولان ما نعى الوطأ إلى غسل، ولا قران قرآنا حلا. والكل مسجدا وسهو الاغتسال، مثل وضوئك ولم تعد موال. فاصل لخوف ضر أو عدان ما، عوض من الطهارة التيمما. وصل فرضا واحدا وإن تصل، جنازة وسنة به يحل. وجاز للنفل ابتدا ويستبيح، الفرض لا الجمعة حاضر صحيح. فروضه مسحوك وجها واليدين، للكوع والنيات أولى الضربتين. ثم الموالاة صعيد طاهرا، ووصلها به ووقت حاضرا. أخيره للراج آيس فقط، أواله والمتردد الوسط. سنانه مسحوهما للمرفق، وضربة اليدين ترتيب بقي. مندوبه تسمية وصف حميد، نقيضه مثل الوضوء ويزيد. وجود ماء قبل إن صلى وإن بعد يجد، يعد بوقت إن يكن. كخائف اللص وراج قدما، وذا من مناولا قد عادما.